السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم رشيد اللوفي تي في، وخرجة جديدة بداية عطلة العطلة البينية رقم واحد. إذا قررنا إن شاء الله السبت والأحد خرجة لمدة يومين، والمبيت في مدينة إفران. خليك تربط بين عين شخف ولا طيب، خليكم معنا. هنا المكان ديال الالتقاء مع الإخوان، سي خالد، سي بدر، سي محسن. دوك درنا نلتقيو مور الشاطو قدام البومبا ديال وينكسو. واخيرا وصول الاخوان محسن، خالد، سي بدر. ما تخممش، سير اخيرا. عرفك انا سي بدر، ما تخممش. اخيرا كي دايرين؟ بخير. وين النهار هذا؟ ما تخممش، ما تخممش. الله يحفظك. هاني مزيان. فان داتو. هذا صبيح غزال. طيب. الشمس على الطالعة. كي داير؟ الشمس على الطالعة. أمورانيا كي داير وليدي؟ بخير هانيا. كلشي بخير. أشبك الله بخير خالد، أم حسين. استراحة. استراحة سمو حارير. أييه. أنا سيدي هنا. ترخموا الزاغة. انا اخي محسن، اش كدير اخي محسن؟ احنا سيدي كنمونطيو. يا سلام، فين راك؟ عطينا بعدا المكان، المكان والزمان. سيدي راه تقريبا حدا سبع راس، تقريبا حدا طلعة ديال الموزة. الدرة البهالي، الدرة البهالي. هادي البومبا ديال توتال انرجي. بومبا السوسة. سميتو والزمان، الزمان اخويا محسن. الزمان هذا راه تقريبا بعد شوية. 9 إلى 8 ونص. 8 ونص. خاي بدر. احنا كنبغيو الشاشة ديالنا. ما تخممش. الله يحفظك. القيطون بحال ديما. ما تخممش. ما تخممش. با خالد. با خالد جا في القصبة. يا سيد الحاج. القصبة السنارة. يا سيد الحاج. ما تخممش. درنا خرجة حمقى هاد الخطرة، خرجة من السطية عكسية. عم كتب شي واحد خارج مع الستة العشية. الله يلا الستة العشية. إخوان احنا خرجة كنا بغينا نمشيو لإفران نطونطيو تما، وقعوا مشاكل في الطريق يعني ديال الترونسبور، اضطرينا أننا خرجنا معطلين. احنا غنبدا ما بيت في الطريق غدا نكملوا الطريق إن شاء الله. ما تخممش العز. لا الله يلا ساعة مبروكة هادي. بسم الله. تبارك الله خير محسن. اهلا سيدي رشيد. نهار هذا عاوتاني. لا دابا الليل ماشي النهار. خرجة حمقاء ياك. اييه. خارجين مع المغرب. اييه. الصنص عاد خارجي. قلبناها ياك. والله الا واعر. جيت فات هنا وتكملت. والله الا خرجنا مع الستة ونص. كنكونوا. والله الا راه في هذه الوقيته راجعين ومزروبين، خصنا نوصلوا لديورنا دابا. هذه تجربه زوينه. هذه تجربه حمقى. والله العظيم. اش كدير السي رشيد العشاء هذا؟ انا كنصبر العشاء. ياك العشاء. ديباناج. البيضو البيضو. البيضو. وكاشيرو. الصناغيون مسكين. بقى بقات بلاصه السكر دابا كيعوعو هنايا. كره كيعوعو. أسيد تبارك الله عليكم. انت الهدوء، البومبا، الامن والامان، الحمد لله. لقينا هاد الناس مساكن رحبوا بينا. انت كنشكروا صحاب البومبا. والله العظيم اسيدي كاين الخير في البلاد. وعاد راه فيها واحد الجامع ما شاء الله صلينا فيه الله يقبل. ومكان ديال العائله. الاطفال، فضاء ديال الاطفال، فضاء كبير. كدوز من هنا. توتال انرجي. راه فتي راه الداخل راه مكان رائع. محيره، كبير. ايوا داكشي بيان بريزونطي ياك رائع. سيدي الله يخلف عليك. كسي رشيد شكرا. صباح الخير عليكم. يعني بخير نسلمكم.
بخير امين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباح جميل، يوم جميل، الله ان شاء الله تولى وصلنا الفجر ديالنا، بس نتسكاو شويه ما نتفرقوش بكريم النهار. كلبت كلبت كلبت. كي صبحتوا بخير، نهار جديد. ايوا دوزنا ليله بارده شويه، ياك بارده شويه، بارده هنا في الطريق ديال موسى، بارده نسبيا. وني الحمد لله داز كلشي بخير، داز داز الليله في اجواء جميله. احنا الان في هذه المحطه ديال خسرنا داك الشيء اللي حسين. احنا باقي اخويا انت غالف الله تبعنا، خصنا غير الفطور. اييه غصب على عقيبه عقيبه ان شاء الله، هي اللي هي اللي عندنا كاع. ها واحد السبع فين، ها واحد السبع. السي خيدرا في الخيمه باقي ما سخيخرش. اييه واني شوف ها انا اخويا المواطن، اش الرايه اش الرايه انا اخويا المواطن انا اخويا انا سيدي. ها السي خالد، ها انا اخويا يا بسم الله. حمراء وخضراء من العشاء. صباح النور، تخمم صباح النور فيكم، النشاط والحيويه. صحتكم الله يلابتنا، الحمد لله مزيانين بخير وعلى خير. الحمد لله نجمعوا الباكتاج ديالنا. الرايات المغربيه في كل مكان، في كل مكان وفي راسه. سي محسن لنرفع التحدي. شنو ما تخممش احنا سيدي، بداية يوم جديد إن شاء الله. إيوا شدو الطريق على وقع الصعود، داكشي اللي كاين. إذا غادي إن شاء الله نطلقوا، خرجنا تعطلنا شوية ولكن ارتحينا وفطرنا وجمعنا، وهذا هو الهدف من الخرجة. الآن 10:30 تقريبا عاد خرجنا من المحطة اتجاه إموزال ثم إفران. اخوان هما تما خارجين. با خالد راك مرحلة الرحيل، هز الرحيلة. با محسن الله يحفظك اخويا، الله يعاونكم. شكرا لكم، الله يستركم اخويا، الله يحفظك. يا يا دابا خرج من الكرياج. هادي عاد فيلمة جديدة هادي. الله إلى أون غوت. أنا سيدي هنا دراجة ديال 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 العشرينات 1920 ياك. يا سلام، شوفوا شوفوا معايا، شوف 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 تبارك الله ما شاء الله. هذا صنع محلي ديال واحد السيد تلاقيناه، تبارك الله ما شاء الله. شوف شوف التركيبه ديالها بسيطه، شوف 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 هي كل لا كلشي فيها غير السلسله والبلاطو صافي والشونجمون. هما اللي مصنوعين من معدن الاخر الكارد بويات حتى هما. بورت باجاج عرفتو، بورت باجاج كلشي من الخشب. ها تبارك الله ما شاء الله، قيدون
صاحبي هذا قول له بناني راك عندك ها نسيتي الروايد هما اللي ها نسيتي ها الروايد الصديقه ديالهم ها نسيتي فرانات حتى هما بالخشب ما شاء الله ها نسيتي ها يا سلام يا سلام هذا صاحب الدراجة الخشبية الله يعطيك الصحة محمد ناظر محمد ناظر محمد ناظر محمد حي طارق حي طارق قديم في الدراجة ياك قول لي هذه البلية ديال الدراجة اللي خلات يصوبها دراجة قديمة يا سلام يا سلام وقف لها واحد الوقت وداك الشيء ايوا سيدي الله يعطيك الصحة الله يعطيك صحتك هاهي البيكالا ديالنا الخشبية هاهي طلعت مزر طلعت مزر ها هاهي طلعت طلعت مزر الله تبارك الله ما شاء الله حنا الان في القمه ديال موزر يعني قبل ما ندخل موزر بواحد كيلومتر ولا جوج با خالد هو التحق كيلتحق بالمجموعه غيشد لي من باش يرتاح ما كاينش الراحه تبارك الله عشرين وبي خير ولا بس عليك الله يحفظك با محسن يا سلام يا سلام شكون هذا سي محسن هذا سي محسن اوه يا سلام يا سلام يا تبارك الله عليك وصل التحاق المجموعة صورة تذكارية لسي محسن وسي خالد هانا سيدي صورة تذكارية مع فيديو تذكاري صورة وفيديو يا سلام مع العالم الوطني يا سلام فين رحنا سي محسن فين رحنا يا سلام يا سلام يا سلام العالم الوطني يرفرف عاليا على خير محسن عقبه واش من عقبه حجينا ياك ما بقى والو الافران دابا صافي دابا احنا في السونتر ديال موزر ياك يا سلام يا سلام كانش كنحسبوا شحال جينا لهاد لا لا والو ولينا لا ولا دارنا ياك هكا خايب هذا لا الدار دارنا داك الشيء اللي كاين لا ولكن هاد الجهه هذه بوحديتها بوحدها عاوتاني خرجه حمقه الله يلا عكسية الله العظيم باب موزار باب موزار تقينا ودخلنا ما تخممش ان شاء الله ان شاء الله هذه راه الساعة واحدة زواري نجيبوا هذيك ثلاثة عاد نكونوا فيها جوج ونص ثلاثة بالهاتي علينا ما بيت كاين في الفرن ان شاء الله ان شاء الله عين زروقة عين زروقة دار ان شاء الله زروقة إذا شاف الناس وفيها شي بلاصة أحسن راه هو اللي يجرب دابا إذا كان ديك عين زروقة ما صالحاش با خالد اخ موزه يا بركه سميتو موزه موزه هذا موزه كندر هذا موزه كندر يا سلام موزه كنهضر انا سيدي با خالد موزه كنهضر مشروع رحله الى القرقالات ياك الى القرقالات توفيق ان شاء الله احنا كنقلبوا على شي سبونسور يدعمنا السي خالد نديرو غير في الضحك ما عرفتي والله الا ما عرفتي ما تخممش الله يحفظك صاحبي يجيبهم فرنسا اللي يجيب سبونسر من فرنسا راه ما يعاونوش من الفيلم نجبد غلاء سي بدر الله يخليك الله يصابر الصحة الله اش كدير با خالد اش كدير اش كدير تخلص علينا الله يرحمك الوالدين الله يرحمك الوالدين الله يكثر من هادو هما الصحابه سهلوا لا تخممش لا عمرك سهلوا احسن بلا ب 30 بلا 30 درهم قال لك بلا زيت لا لا بيضونش لا بيضونش شحال قال لك بلا زيت وني بنينه
هذيك غير داخله اي بغينا فوق الشبعه تخممش احنا سيدي اللي بغى البصاره واللي بغى اي حاجه احنا من زارات ومشوات عز الدين محل كل شيء موجود ياك با خالد بصاره با خالد كيتخدم بعد ما تخدم الخضار من لهيه صافي تخدم لنا الدجاج الخبيز نعم نمشيو الخبيزه سير با خالد انا با خالد خدمنا الخبيزه ياك با خالد سير الله صافي خلص خصنا نصور السيدة دي لا دي السلام خذوا الخبزة وندوزو نشدو التراخي خبيز ونزيدو يلا سير الله أنا با خالد ما تتخلي ديالك هكا با خالد إلا زدنا شي حاجة نزيدو غير تدخل فوق القانون وصافي ما تخممش با خالد امشي احنا اخ لقينا با محسن في الخرجه ديال المارشي والله الا لقيناك في الخرجه ديال المارشي يا حليلي يا حليلي تراك عين سلطان يا سلام الشوارع ديال موزة الناس ها الديور تبارك الله كي دايرين هنا خالد انا خويا رشيد ما تخمش علاش؟ كاين انا هنا كاين كاين انا مبروكه حفظك الخوت هما مورايا زيد 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 انا العز خويا رشيد مبروكه والله الا انا با خالد بعد شي با خالد باش تشد كامل اييه انا شي تصويره هانا تبدل حنا جينا العين سلطان احلى سيدي ها كنا غنطيبو ياك اخي محسن كنا غنطيبو غادي نفرشو نجلسو احنا جينا لقينا جلسه واجده واخي محسن ها هو خي بدر ها هو غنحيدو السبرديلات ديالنا ونرتاحو ونصليو صلاتنا وهو ها وناديه ها ناديه هو انا معاك كنهضر اخي خالد لا معاك انا لا لا كنصور اخويا خالد لا معاك كنهضر اخي خالد لا لا انا لا لا ان شاء الله يكون كي جات كتجلس اخي خالد هذه بوحده عاوتاني والطويجين كيطيب اه سي معاك وغادي اه سي صافي تسالات الهضره تسالات الهضره اه الصوره تعبر عن نفسها والوضعيه تعبر عن نفسها صافي علاش نهضروا انت شو الجلاس نعم سيدي وحنا عزلنا احسن جلسه مزيان حنا الكيه الاولى يلا سيد رشيد الله يخلف على بادر اللي خوا بينا وعلى السي صفيه اللي راه كي كياكل اه صافي تخوش تخوش اي فهمني اخي محسن اخي محسن فهمني اخي محسن انا با خالد ها 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 انا خي بادر ها 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 تبارك الله على الاخوان الاخوان تحياتي لكم كي جات الفكره ديال الطاجين اخي خالد فكره رائعه والله الا شنو كنا ناويين وشنو ولينا غنديروا بالنسبه للطاجين نطيبوا وكنا اللي غادي هذا ساعه ديال زدنا شفنا المكان عجبنا المكان بعدا هذه الطبيعه السيده لا على حفظك الى طيب الناس او يا سلام ها شوف كي داير يا سلام يا سلام الله يعطيك شي زين تبارك الله اه ما لا دير فوق الطبله ولا بلاش لا تجينا عاليه ها ولا اللي بغيتو ما عندناش مشكل يلا صافي صافي تجي عاليه وين انت غادي عندك ها انا سيدي الطويجين ها انا با محسن قديمه كالعاده صحه الطاجين كان الاكسسوارات والطرقات خالد خويا نهاية المقابلة بفوز فريق با خالد
دير 4-0 ما كاينش ما تعاتش ما كاينش ما كاينش هذا هو الطويجي عامل السي الطواجن ها هو ما كاينش وني وني بسلام عرفتي راشد قال لك شبعت قال لك شبعت وناض ورجع عاوتاني لبنا لبنا دار هنا غير مشاركة وعد العظيمات ضيعتوني والله لا النهار شمتوني في الماكلة لا دابا دابا حنا كنا كواف فض فض خايد انت خارج من معين سلطان اه الله يعطيكم انا سيدي يلا الله يلا ساعة مبروكة ساعة مبروكة من الصباح سال دروكا اللهم لك الحمد خروج من عين سلطان بروجرام زوينة عطاق ثانوية وقف لي بس الرايه المغربيه دائما الرايه المغربيه يا سلام فرش بها الطويا كاينه انا سيدي شيف فين اموزال وصنهاجه غادي نخرج من اموزال ميرسي بيان السلام عليكم طريق الى صنهاجه دائما في شق الجبال طريق رائعة مناظر رائعة طريق ثانوية جهوية وزوينة تبارك الله من إيمو الزركندر إلى صنهاجة ثم صفرو العودة إلى فاس يا سلام أنا خيم محسن غابات من البلوط شجر البلوط هذا شجر البلوط البلوط ما كيولدش هذا خالد غابة والهواء النقي الغابة يا خويا غابة النيت غابة النيت يا خويا خالد والله إلا الغابة والهواء النقي داك هز عينيك غير الغابة ويستمر في شق هذه الغابة تستمر الطريق في وسط الأدغال وسط الأدغال أشجار كثيفة غابة كثيفة هنا كثيفة تبارك الله رائع قليل فيك الدزة وي ست نادرا فيك حفظك بالله يا صاحبي دوكا قلت لي يلاه الشاون ونولي على فاس نمشي معاك الشاون والله ولا الطريق هذه اه ام حسين ومتقلين
قوم تقنع انا راني لايح عليا باكاجو الطاوله ضربنا هضره ضربنا ضربنا يمكن شي 12 كيلومتر كلها طلع ولا 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 هاي هاك 12 كيلومتر ديرها ها 12 كيلومتر واقفه ولا ولا لا ما درناش هكذا خايب هضر لا 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 ماشي اتفقوا عليه باش لا انا مشيت محسن اخويا انا محسن صاحبي عاصر عاصر شقه انا اخويا متفق انا نخلص ها انت سيبنا لي الحمد لله على لطف الله الله يسلمك كانوا غياكلوك ها شمو فيك ريحه الدجاج مو فيك راح مو فيك راح تجاي تغميرة جاول عند باطر كانوا غاديين عند باطر وحسوا بك غادي تقيل حسوا بك غادي تقيل رجعوا لي انا اياه ها سير باطر سير لا بغاي سميت ويا رجع لعندك غاي عاون لي لا والله فيني ما سيروا على امهم انا نسلوا راه والدك انا بناني راه تجربة ولكن جا واحد داك حل داك لك حل تيقول له جد 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 والله إلا كترشهم بالماء كيرجعوا لا عارف عارف تعرفهم قوالبهم كترشهم بالماء كيعمل لا كيرجع والله العظيم هكا بادر هكا هكا دغيا كان غاد كيلومتراج الطريق يا الطريق غابة البلوط يمينا ويسارا يا سلام تقريبا ضربنا 12 كيلومتر كلها طلعات من موزال في الطريق ديال سمهاجة دابا كلها هباطي وخطر خطر كنلقاو شي طلعات صغار شوفوا لي السير شوف شوفوا لي السير شوفوا شوف شوفوا شوف الفوارم ديال السير شوف تبارك الله شوفوا الفلاحة شوفوا الفلاحة تبارك الله شوف شنو كاين هنا شوف 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 تبارك الله شوف تبارك الله شوف 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 الغابات شوف الغابات شوف الغابات شوف الفوالم سير شوف شوف الفوالم شوف الفوالم شوف كل شيء تقول لي سير مغطات سي كان غير البلاط كان غير البلاط وصلنا اهو هبطات كي دايرين يا خويا هذيك راه قبل اللي ضربنا راه ما تنساش لا لا هذيك راه قليله هذيك انا هبطات ناضين وصلنا لمفترق الطرق اللي كيدي البولمان صفرو وطريق الموزال موزال كندا على حدوره واه حدوره خطره هذيك واش كتطلع هذيك المره من هنا عاود خالد شحال ديال الطلوع كي داك كي جا كانت حدوره ها هذه هي اللي كتجي البولمان مره فوق الفوقانيه اللي قلت لهم هذه هي اللي كنجيو منها ضر عرفتي زعطوا كتجيو من فوق زعطوا تبارك الله على خويا رشيد كيفاش كنهبط اخويا ناضيه دابا كنطلعنا منها كنطلعنا منها هذه كان حيت عندي ما عنديش لا وكال الله لا والو خاص ما تخافش موزر الله يلا سيدي يلا سيدي خمس دقائق صافي حنا السي رشيد اش نقول لك كندير هاد اللاعبين ديك ديال الماتش كيكتموا اي 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 صافي طاح الباش ديال البارسا والريال طاح الباش طاح الباش حنا في لي فرون بوين ديال راكم صورين فرون اي موزه هنا موزه باقي تابعنا الطريق ان شاء الله اضواء اي اي الكاسك عندك ناضي يا سلام شوف قدامك شوف داك الجبل احترازات السلامه ها الاخوان تا هما كلشي شعل كلشي شاعل اياك سبناني هاي 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 سبناني هاي 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 صافي صافي استعدوا انا شفت كل شيء شو بوزيسيون ديالهم نادي كنادي مزيانين حجه درميه اياه والله العظيم يا سيدي الله يا مسهل تحياتي you
الفناني تحياتي احباك تحياتي خويا واحتراماتي العاس العاس الساقية احنا دخلنا تصفروا بعد واحد هبوط بعد هبوط تقريبا ديال شي 10 كيلومتر كلها هبوط بسرعة 50 كيلومتر في الساعة هنا تصفروا من سنهاجة يا سلام شت باقي طلعت الدخول خاتنا مين فاش واحد 5 كيلومتر في عين بيضاء يا سلام خالد الله عليك نقل الى مدينه فاس الحمد لله خالد بسلام الحمد لله هذا على ما نفلوا له عاوتاني اشعل الضوء خالد خويا الله عليك هذا الرحال ديالنا الرحال بخير وعلى خير احنا حدا المركب دابا الحمد لله داز الخريجه يا سلام امبيكابل مع السي رشيد يا سلام وما تخممش وما تخممش هذا هو المركب طيحوا الباب طيحوا كل شيء بدمور ما تخممش وتاتي الرحله على نهايتها كان نهار زوين ياك اليوم نغزال يا اليومين لا في انطلاقه لا في يا شاب برافو عليك يا سلام انا بحال نيشان نيشان سر الروتر كان فيه مفاجاه كان المفاجاه هو كان فيه كتوك ديال العجل تبيع العجل لا رائع الحمد لله لا الالي ولا الروتر الحمد لله داز رائع وسط النهار كان كل باب بيت حتى هو داز رائع مع اصدقاء الخوت هذا الله يعطيكم الصحه الله يحفظكم الحمد لله سميتهم الرحله ماشي اي رحله كتمشي في البروغرام ديالها لا في الخرجه راه كيتبدل كيوقعوا بزاف الحوايج التغييرات على حسب الظروف وي اخوان على سلامتكم نشوفوا في فرصه اخرى ان شاء الله والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ما تخممش السلام عليكم